مساء محمد خذنا المركز العالي انا تشخى الكرم والجود والطيبة ابو عمر السنا في ضرب الافعالي صيته تعلى وكل الناس تدريبه بالطيب والمرجلة وعلومه اجسالي ياسمين تاج الفخر والعنس تسريبه ام عمر اللي لها لمساحة تنقالي ربات بنات على الطيب ومشاريبه أخذنا الجمال وكل الأخصالي هذه لولوة زينها فرق بترتيبه أميرة الغيد دون شك وجدالي نورها الجمال الطبيعي تزهابه طبيع الفلا بالحلا والزين التالي يرى من هو إماريها لها الخيبة شيخاتها للزين وشيخة جيلها الحالي هورية مهرة من سلاله عريبة متصدرة بالجمال وغيرها تالي جمانه قمر في السماء علي مراقيبة دلوعة البيت ولا في زينها مثالي دلوعة في زينها وصفها عجيبة مدلة له الحلا من ربنا الوالي يا حي عمار وعمر كسب الطيبة بهبال وفوا المراجل مركز عالي وسماء سليلة المفاخر عزن وهيبة على النوام سدايم صايد الجالي وختامها قافت بها مكاتيبة في بنات محمد والالحان تختالي بنات محمد خذلنا المركز العالي بنات شيخ الكرم والجود والطيبة أبو عمر السنا في درب الأفعالي صيته تعلى وكل الناس تدريبه بالطيب والمرجلة وعلومه اجسالي ياسمين تاج الفخر والعز تسريبه أم عمر اللي لها لمداحة تنقالي ربات بنات على الطيب ومشاريبه هذه لولوة زينها فرق بترتيبه أميرة الغيد دون شك وجدالي نورها الجمال الطبيعي تزهابه ويا الفلا بالحلا والزين تختالي سارة من هو يماريها لها الخيبة شيخاتها للزين وشيخة جيلها الحالي حورية مهرة من سلاله عريبة متصدرة بالجمال وغيرها تالي جمانه قمر في السماء علي مراقيبة دلوعة البيت ولا في زينها مثالي دنا في زينها وصفها عجيبة مدلله والحلا من ربنا الوالي يا حي عمار وعمر كسب الطيبة بهبال وفوا المراجل مركز عالي وسماء سليلة المفاخر عزن وهيبة على النوام سدايم صايد الجالي وختامها القافت تتبهى مكاتيبة في بنات محمد وعلى الحان تختالي 3-5 واستوديو لمسات رنين.